دكتور وصلنا حنا إلى مزايا الكتب المسموعة، كذلك هو مزايا الكتب المقروءة. نعم، وعلى الشاشة طلعوا الشباب. طلعوا لنا يا شباب، خلوا الرابط حق الكتاب المسموع أيوة. وكذلك غلاف الكتاب. أول شيء يا أبو سلمان، الكتاب موجود طبعا صوتي، الدكتور العزيز ويسلم عليك فالح الرويلي، نعم واكرم، صاحب المشروع الجميل الكتاب فكرة والمعرفة قوة، موجود في اليوتيوب. استعرض الكتاب في حلقة استعراض ممتاز يجذب القارئ. الشيء الثاني، طال عمرك، أنه هذا الكتاب اللي قررناه في دورة العرفج للقراءة الجماعية هذا الشهر. تشكر أيضا شركة جرير لأنه خفضوا لنا إياه، سووا لنا تخفيض فيه على أساس الناس تخفيض يستاهل. والله يظنوا من 28 ل 20 وصلوا 8 ريال بس. اي طبعا احمد ربك، 8 ريال بس، عطني 8 ريال. لا فالحين انت ترى بس بتبسيط الامور وتسطيح الامور، يا اخي اتقوا الله، عطني 8 ريال كل يوم وشوف كم يصير راتب. طيب عطني التغيير اللي في 21 يوم. طيب التغيير، شوف والله يا اخي، شوف العلماء كيف، المشكله ماني عارف، انا كل مره احضر واجيب 100 معلومه، لكن احنا العلماء تتزاحم المعلومات علينا، فلما نخلص الحلقه اقول يا الله نسيت الفقره، نسيت الفقره. اول شيء هي طيب. المؤلفة روث فيشل، هذه مؤلفة قديرة متخصصة في التربية، متخصصة ببيوت الإيواء في أمريكا، كتبها ضاربة لأبعد حد، أيضا لها باع طويل في التجربة. حطت قاعدتين في البداية وأنا دائما أركز عليها. القاعدة الأولى أنه يكون عندك الرغبة الحقيقية في تغيير شيء ما، مثلا خلينا نقول عادة التدخين، أو عادة مثلا النوم الظهر، أو عادة شرب القهوة عادة سيئة، أنت عادة سيئة، ولاحظ أني قلت القهوة عادة سيئة، تبي تتخلص منها، هذه الرغبة الأولى. ثانيا تطبيق التعليمات، لازم أنت لما تسوق سيارة، لما تضرب إشارة يمين يعني تكف يمين، ما تقول والله تضرب إشارة يمين بعد تكف يسار وأنت شايل علف، تقول لا واضح سوق العلف رايح يسار، أنا مستحيل أروح يمين رغم أنك ضارب إشارة. فتطبيق التعليمات شيء مهم، يعني لازم الرغبة والصبر 21 يوم. ثانيا ثالثا طبعا تعرف الفكرة اللي بدأت فيها فكرة التوكيدات، انك انت تريد شيء وتؤكد على نفسك، واكبر مثال على ذلك الدعاء دائما اللهم احفظني اللهم احفظني، يعني تكرار الشيء بالضبط، انك انت تؤكد على معلومة شيء. طبعا التوكيدات لها خمسة شروط، خمسة شروط واضحة. اول شيء انها تكون بصيغة الحاضر، ما تقول يا سوف أكون رجلا، لا، قل الآن أنا رجل وأطمح أن أكون أكثر رجولة في المستقبل، يعني تبدأ بصيغة المضارع لا الماضي ولا المستقبل. ثانيا تكون إيجابية، ما تقول والله أنا الآن حيوان وغدا سأكون أكثر حيوانة. ثالثا أن تكون معقولة، أما تقول مثلا أنت إنسان لا تم مثل صوتي أبح أجش ما له أي قيمة، تقول أنا بصير فنان، نعم أبنافس بنوره في المسرح، هذه حماقة. رابعا أنت فعل السبب، واحدة مثلا تقول دائما أدعي اللهم اجعلني طبيبة اللهم اجعلني طبيبة، فسألها الأستاذ حق قال لها رحت كلية الطب؟ قالت لا. قال لك كيف حتكوني طبيبة؟ طيب كيف حتكوني طبيبة؟ لازم تفعل سبب، يعني أنت تفعل كل ما بيدك، إذا أنه والله كلية الطب تبغى 95 لازم أجيب 95 بعدين أدخل في التوكيدات، أما أدخل التوكيدات وأنا ما جبت لا، هذا اسمه هياط، اسمه هياط. فالتوكيدات هذه أظن هي ذكرتها خمسة، أنا أتذكر أنها أربعة، إذا تذكرت شيء يقوله الخامس. بعدين هي تقول عبارة خطيرة، تقول أنت أفكارك اليوم هي التي جعلتك بالشكل هذا، دي سيطرت عليك، أو أفكارك اليوم، أفكار الأمس جعلتك بهذا الشكل الآن، أفكارك اليوم ستجعلك على الشخصية التي ستكون عليها غدا، وهذا كلام خطير. قلت لك كل الفكرة اللي تقوم عليها المؤلف، تقول أن الألم لا مفر منه ولكن المعاناة اختيارية، الألم ألم بسنانك ما في مفر منه، لكن المعاناة أنت اللي تختارها. جميل، يا ليل خبرني عن أمر المعاناة، هي من صميم الروح ولا أجنبية؟ أنا أقول لك أجنبية بلا شك، هي أجنبية، بالتالي أنك تقدر تخلص من المعاناة هذه. الكتاب طبعا عامر بالأفكار، لا يمكن أنك تلغيه، ودائما نقول لك ترى عرض الكتاب، هو الكتاب قريته بست ساعات ولخصه بست دقائق، لازم الناس ترجع تقرأه ولا في بجدية، ترى وفي تطبيقات كذا مليان، هو 100 صفحة تطبيقات. مثلا أقول لك إيوه، هو يقول هي المؤلفة تقول مثلا أنت تبغى تكون مرتاح نفس، تقول أنا الآن مرتاح نفسيا وسأكون غدا أكثر راحة، اكتبها علقها كل صباح، اقرأها 10 مرات، رددها كل صباح لمدة 21 يوم، لو حصل يوم واحد انفصال لازم تعيد من جديد. نعم التتابع مهم. جميل، وهذه يعني جاء في بالي سؤال، ليش هي أطرت مدة التغيير
في 21 يوم. أشكرك يا أخي، أنت عظيم والله بسلم، أشكرك على السؤال. هي تقول إنها راحت الطبيب جراح وقالت إنه أحمد العرفج عنده انحراف في خشمه، حلو، سواله عملية اعتدل. تقول المدة اللي يتجانس فيها من عدل خشمه مع خشمه الجديد تستمر 21 يوم، هي قاستها. أنا عندي قياس آخر، رمضان، رمضان كريم أنا بالنسبة لي أعتبره أفضل شهر للتغيير. أنت ما عندك 21، عندك 30 يوم مثلا. أنت في رمضان تبغى مثلا تتخلص من أكل السكريات أو عادة التدخين أو عادة، فرصتك في رمضان 30 يوم مبرمج، ما يحتاج تحسب ولا تعد ولا شيء، هو من 21 خلى 30. لكن هو 21 هي اختارته على الخشم، مثلا الإنسان لا دائما يشوف نفسه في المراية وخشمه معوج، يعني مثل خشمك الحين اللي كنه صفيرة حكم، سوت له عملية تعدل والله، عشان تتأقلم مع خشمك الجديد تحتاج إلى 21 يوم وتتآلف مع الصورة الجديدة. هي قاستها على هالمنظار. طبعا طبعا أنا أقول لك، أنا مريت بتجربة للأمانة قبل 10 سنين، مريت بتجربة معاناة وأنا في بريطانيا وطبقت النظريات ونجحت. مشكلة كتب تطوير الذات والله سألها العرب والسعوديين، خلوها بزنس وتجارة، وحتى صار في دورات بعد يعني وهم تجارية بحتة، بس يعني هذا يدعوني للسؤال. ممكن أنا ذكرت كتاب قانون الجذب، يعني قانون الجذب وكيف أنه الإنسان يستطيع أنه يجذب له يعني الشيء الذي يتمناه ويطمح له من خلال استحضاره بشكل دائم، يعني هذه يمكن الفكرة العامة. لكن هذا يدعون تساؤل، مثلا فيه برز في الآونة الأخيرة، يعني مش قريب، قبل 10 سنوات أو أكثر، ما يطلق عليه بالبرمجة اللغوية العصبية. جميل. إيه، وهذه الدورات اللي تقدم وهي تتكلم عن تقنيات وتكنيك تستخدمه أنت من خلاله تستطيع أن تحاكي عقلك الباطن وتغير سلوكيات. هو يعني البرمجة ما في شك علم، لكن شوف مشكلة دخول الدجالين في كل شيء يفسدون العلم. أنت تعال في التراث عندنا، القضاء موكل بالمنطق، القضاء موكل، تفاءلوا بالخير تجدوه، بغض النظر عن الحديث مو حديث، هذا موضوع ثاني، لكنها أساسيات العلم من هنا. أنت ترى العقل ما يمرق بين المزح والجد، لما تقول والله يا نحمار والله يا نحمار خلاص العقل ما يعرف أنك تمزح. يا مثلا أنا ليش الحمد لله قوية الذاكرة؟ لأني عمري في حياتي ما قلت والله يا أنا منسم والله يا ذاكرتي رايحة، لا، لأنك أنت خاصة ذاكرة. أنا دائما أمدح ذاكرتي وأتغزل فيها، أقول الحمد لله أنا عندي ذاكرة قوية. وتصدق ذاكرتك تحفظ. لا، وبديت فعلا والله الحمد لله أنا ذاكرتي قوية، الحمد لله أنا ذاكرة. ولا أحب أجلد ذاتي كثير، أحب أقوم نفسي، لكن ما أجدد في فرق. العقل زي ما قلت لك ما يفرق بين المزح والجد. والله تقنيات جربها، الإنسان إذا جلد ذاته، يعني حتى لما تخفف وزنك لا تنظر باحتقار جسمك، قل جسمي جميل ولكن سأجعله أجمل، جسمي نحيل سأجعله أكثر نحولا، يعني تخاطب بإيجابية مع بإيجابية مع نفسك، مع والإيجابية حتى يستوعبها الرسالة والناس يفهمون الإيجابية خطأ. ترى الإيجابية لا تعني عدم العمل، لا. أنا قال لي واحد بكتب مقال، قلت له أوكي تبي تتعلم كتابة، عندك شرطين لا ثالث لهم. قال وش؟ قلت الرغبة الصادقة والعمل على هذه الرغبة بس. قال بس شرطين؟ قلت نعم، رغبة صادقة، لأن حنا مشكلتنا أكثر. والله مثلا أنت يا أبو سلمان كم مرة أقول لك يا أبو سلمان احرص على القراءة، تقول والله ودي يا أحمد وذا، لكن أقابل واحد والله وزنه كبير يقول يا أخي وزني ثقيل والله نفسي أخف وذا، هل سويت؟ هل دخلت؟ هل سويت؟ لا، عندنا مشكلتنا دائما أناس عندنا تطلعات ولا نعمل للتطلعات. طيب نكمل فقرتنا الباقي.